بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم هو بناء الفعل الماضي أو بناء الفعل الماضي. يبنى الفعل الماضي أحيانا على الفتح وأحيان أخرى على السكون وأحيان أخرى على الضم. إذن متى يبنى على الفتح، ومتى يبنى على السكون، ومتى يبنى على الضم؟ تابعي عزيزي التلميذ، يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا أولا إذا لم يتصل بآخره شيء، إذا لم يتصل بآخره شيء، مثل خرج فعل ماض مبني على الفتح، دخل فعل ماض مبني على الفتح، تعلم فعل ماض مبني على الفتح. إذن هذا الفعل لم يتصل بآخره شيء. ثانيا يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا اتصلت بآخره تاء التأنيث، مثال خرجت. إذن خرجت فعل ماض مبني على الفتح، خرج فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. المثال الثاني دخلت. إذن دخل فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. تعلمت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. ثالثا يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا اتصل بآخره ألف الاثنين، خرج شاهد تعلم. خرج فعل ماض مبني على الفتح، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. شاهد فعل ماض مبني على الفتح، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تعلم فعل ماض مبني على الفتح، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. خرجت دخلت تعلمت. خرجت أو خرج فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. دخلت دخل فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. تعلمت فعل أو تعلم فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وهي كيفية بناء الفعل الماضي على السكون. أولا يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت بآخره التاء المتحركة أو تاء الفاعل. خرجت خرج فعل ماضي مبني على السكون. لماذا بني على السكون؟ لأنه اتصل بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. خرجت فعل أو خرج فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. خرجت خرج فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ثانيا يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت بآخره نا الدالة على الفاعل، مثل خرجنا دخلنا تعلمنا. خرجنا فعل ماض مبني على السكون، ونا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. دخلنا دخل
فعل ماض مبني على السكون، ونا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. تعلمنا، تعلم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الدالة على الفاعل. نا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ثالثا، يبنى الفعل الماضي على السكون أيضا إذا اتصلت بآخره نون النسوة، مثل خرجنا، دخلنا، تعلمنا. خرج فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، نون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. دخل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. تعلم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وأخيرا، بناء الفعل الماضي على الضم، ولدينا حالة واحدة فقط. يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت بآخره واو الجماعة، مثال خرجوا، فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والألف زائدة لا محل لها من الإعراب. دخلوا، فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والألف زائدة لا محل لها من الإعراب. تعلموا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والألف زائدة لا محل لها من الإعراب. أتمنى عزيزي التلميذ أن تكون قد فهمت هذا الدرس، وإلى هنا نكون قد أنهيناه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.